مش بس كلام. أخبار الرياضة على وعد أفهم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في فقرة فلاش سبورت اللي نبداها باهم اخبار مباريات دوريات الاوروبية. ليفربول يسقط ويونايتد يستعيد الصدارة سريعا. ليفربول يسقط يونايتد ويستعيد الصدارة سريعا. وسجل للريدز اهدافه الثلاثة، ساديو ماني في الدقيقة 24 وسويسري شيدران شاكيري في الدقيقة 72 دقيقة 80، فيما سجل الهدف اليونايتد الوحيد جيسي لينغارد في الدقيقة 33، وصار رصيد فريق ليفربول برصيد 45 نقطة على قمة الترتيب، تاركا المركز الثاني لمانشستر سيتي ب 44 نقطة. أما يونايتد فتوقف رصيده عند 26 نقطة في المركز السادس. وفيما أيضا في نفس المباراة ويوم الأحد، ساوثهامبتون ينتصر على الأرسنال بنتيجة 3-2. برايتون يخسر من تشيلسي بنتيجة 2-1. وإلى دوري الإيطالي، روما يقلب تأخره إلى فوز أمام جنوة. وعلى ملعب الأولمبي في العاصمة فاجأ ضيوف أصحاب الأرض بهدف مبكر عندما سدد الدولي السويسري أوسكار كرة قوية من خارج المنطقة أفلت من يد مواطني الحارس مرمى روما روبن أولسون ومرت بين ساقي قبل أن يتابعها الدولي البولندي كيرسكوف بايتك بينما دخل المرمى خالي في الدقيقة 17. فيما هذا الفوز يكون رصيد روما في المركز الثالث، وبنتيجة 3-2 تفوق روما على جنوة. كالياري يخسر من نابولي بنتيجة 2-1. فيرونتينا يخسر من إمبولي يفوز على إمبولي ب3-1. فيما انتهت مباراة سامبادوريا وبارما بفوز الأول بنتيجة 2-0. وإلى الدوري الأسباني، وميسي يبدع ويقود برشلونة للفوز على ليفانتي. وبقدم ميسي تمريرة رائعة للأرجواني لويس سواريز الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 35، ثم جاء الدور على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي دون هاتريك في الدقيقة 43 و 47 و 60، وبتمريرة أخرى لجيرارد بيكيه يسجل الهدف الخامس في الدقيقة 88. وحافظ برشلونة على صدارة الليغا برصيد 34 نقطة، فيما بقى ليفانتي بالرصيد الثامن في المركز الثامن برصيد 22 نقطة. وفي نفس المرحلة تعادل بين فياريال وهيوسكا ب2-2. إسبانيول يخسر من ريال بيتيس ب3-2. إشبيليا يتفوق على جيرونا بنتيجة 2-0. ومن الأخبار الأوروبية ننتقل إلى الأخبار العربية. الأرجواني لاسارتي مدربا جديدا للأهلي المصري. أوضح نادي الأهلي المصري على موقعه الإلكتروني أنه سيتم تقديم المدرب الجديد غدا الاثنين في مؤتمر صحفي عقب مباراته مع نجوم المؤجل للمرحلة 12 في الدوري، حيث سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بعقد لاسارتي، والتي أشارت وسائل الإعلام المحلية لأنه يمتد لموسم ونصف حتى صيف 2020 براتب شهري قيمته 125,000 دولار. ومزلنا في أخبارنا العربية، الإفريقي يتجاوز عقبة الهلال ذهابا. أخذ الهلال السوداني الأسبقية في الدقيقة 18 بوسط اللاعب محمد موسى ضي، ثم أدرك الإفريقي التعادل بركلة جزاء نفذها ياسين الشماخي بنجاح في الدقيقة 21. في الشوط الثاني تمكن الإفريقي من تسجيل هدفين دونهما بلال الخفيفي في الدقيقة 60 وأسامة الدراجي في الدقيقة 91. وفي ذات الدور حقق الإسماعيلي المصري فوزا ثمينا على القطن الكاميروني بنتيجة 2-0، سجلهما كل من باهر المحمد
حمدي في الدقيقة 45 وكريم بامبو في الدقيقة 59، وفشل الأهلي بنغازي الليبي في تحقيق الفوز أمام ضيفه مالميودي ذا سان دوينز الجنوبي أو جنوب أفريقي لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف. وفي باقي المواجهات فاز زامبي الكونغولي على سيسكو يونايتد الزامبي بنتيجة هدف مقابل لا شيء. من أخبارنا العربية ننتقل وإياكم إلى أخبارنا المحلية. أبو نوارة مدربا للأهلي المصري، وخبر حسب ما نشرته بوابة الوسط أنه إدارة نادي الأهلي طرابلس اتفقت مع المدرب الوطني جمال أبو نوارة لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب المصري إيهاب جلال. وسبق أن قدم إيهاب جلال استقالته من تدريب الفريق عقب التعادل مع فريق دولار الكاميروني بهدف لمثله في ذهاب دور 32 من كأس الاتحاد الأفريقي الكونغو فيدرالية. واحد وسبعين هدفا في دوري القدم المصغرة. شهدت مباريات الأسبوع الخامس في دوري القدم المصغرة التي جرت أمس ويوم السبت ويوم الأحد غزارة في الأهداف في مباريات العشرة التي جرت على ملاعب مدن درنا ومصراتة وطرابلس وزوارة وبن وليد. فقد اهتزت الشباك 71 مرة بمعدل فاقة 7 أهداف في كل مباراة، وهذه الجولة في افتتاح المسجلة. وفي المنطقة الأولى بدرنا النسور يفوز على الأهلي درنا بنتيجة 3-2، وبنفس النتيجة القادسية يفوز على المحلة وصفاء على دارنس بنتيجة 4-2. وفي المنطقة الثالثة بمصراتة تعادل السويحلي والشموع ب3-3. فوز التحدي طمينة على الأهلي مصراتة بنتيجة 5-0. والشباب على المجر ب9-6. والصقر على الأحرار ب5-3. وفي المنطقة الرابعة والفوز الأهلي بني وديد على الهداية بنتيجة 6-2. والغيران على النجوم ب4-2. وفي المنطقة الخامسة الجزيرة زوارة يفوز على أساريا ب5-4. وبهذا الخبر وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام فقرة فلاش سبورت. أشكركم على حسن الاستماع والمشاهدة. كنت معكم أنا طه أمير. مش بس كلامي.